احنا ندعو بنعم للوثيقة التي ستظهر من خلال اقتراحاتنا اللي قلت تتوافق في الكثير، حوالي 80% من نقاط المقترحة التجمع الوطني الديمقراطي متفق عليها. الشيء اللي قدمنا فيه اقتراحاتنا هو اللي احنا راح نطالبوا به، وان شاء الله يكون في الوثيقه النهائيه، وراح نمشي في هذا الدستور التوافقي. ممكن اننا احنا اقترحنا بعض النقاط لاغلبيه الاحزاب السياسيه واغلبيه الفاعلين في المشهد السياسي، ممكن انهم يدخلوا في نقاش عليها، لكن احنا حزب توافقي للتوافق المسؤول. الامور اللي تمس بقاء الجمهوريه واللي تمس وحده البلاد واللي تمس وحده الشعب، احنا ما نمشيش فيها وما نفوتيش عليها بنعم. وما نظنش باللي السيد رئيس الجمهورية راح يمشي بالنية اللي التمسناها فيه، بالإخلاص اللي التمسناه فيه، يعني الوثيقة اللي كانت تقريبا تمس وتعالج كل هذه القضايا، ما نظنش راح تخرج أمور اللي حتخلي الشعب الجزائري راح يكون متفرق على بعض النقاط. احنا ماناش ماشيين في تأسيسية، ما راناش ماشيين في مرحلة انتقالية، ما راناش ماشيين في عمل إقصائي أو عمل يعني اللي نادت عليه بعض التكتلات. إذن الشيء اللي متفقين عليه مع رئيس الجمهورية دفعنا عليه وراح نفوتي عليه بنعم.